بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنشرح حاجه اسمها ايه، الشوكه. الشوكه دي هي عباره عن التسليح الرئيسي في الكوابيل اللي هي ايه، اللي هي الكانتيليفر. طيب بتبقى عباره عن ايه؟ لو افترضنا ان انا عندي هنا باكيه، تمام، دي باكية سوليد سلاب، وعند الكنتليفر اهو التسليح بتاعها بيبقى عبارة عن، شكلها بيبقى عبارة عن كده، ده كله حتة واحدة. الطول ده، الامتداد ده بيبقى 1.5 طول الكابولي. لو افترضنا ان الكابولي ده طوله ال سي، يبقى ده 1.5 ال سي، تمام. ولازم طبعا بدايته يعدي الكاميرا، يعدي الركيزة او السبورت، تمام. يعني دلوقتي لو انا، وطبعا بيبقى في حديد ثانوي هنا كده بالشكل ده كده. يعني لو انا جيت حبيت اشوف طوله كام، لو افترضنا ان ده طوله متر، تمام، باجي يبقى انا هنا دلوقتي والكاميرا دي طولها بعدها 20 سنتي، فباجي اشوف ادي هنا اهو، احنا قلنا من النقطة دي للنقطة دي 1.5 اللي سي، اللي هو كام؟ ده الطول كام؟ متر. يبقى ده هو كام؟ طوله 1.5 متر. طيب والحتة دي هي طول الكابولي اللي هي ال سي، اللي هي كام؟ اللي هي متر عندي. والحته دي اللي هي طول ايه؟ طول الكاميرا، اللي هي ايه؟ اللي هي الويدث بتاع الكاميرا، اللي هو كام؟ 20 سنتي. يبقى الطول اللي فوق، الحته اللي فوق دي طولها كام؟ طولها 1.5 بلس 20 سنتي بلس 1 متر ونص، ومتر يبقى 2 متر ونص، يبقى كام؟ 2 متر 70 سنتي. ده ايه؟ ده اللي فوق. طيب الحتة دي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن السكنس بتاع الكنتليبر، بطرح منه ايه؟ بطرح منه الكفر اللي فوق والكفر اللي تحت. فلو افترضنا ان السمك بتاع الكنتليبر ده 20 سنتي، يبقى 20 سنتي هشيل منه 2.5 سنتي فوق و2.5 سنتي تحت، يبقى كام؟ شلت 5 سنتي، يبقى بقى الحتة دي كام؟ 15 سنتي. طيب وده الطول ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن طول الكابولي زائد الحتة ايه؟ الزيادة دي اللي هي كام؟ اللي هي 20 سنتي. يبقى ايه؟ 1 متر هنا اللي هو ال سي، وادي عرض الكاميرا اللي هي 20 سنتي، تمام. فبقى الطول الكلي كام عندي؟ هنا كله بقى 1.5 و20 سنتي و1 متر، يبقى كام؟ 2 متر 70. وهنا كام؟ 15 سنتي. وهنا كام؟ 1 متر 20. بقى التوتال السيخ كله كام؟ 72، وال21 بقى كام؟ 93. 93 و 15 او 93 و15 سنتي، يبقى كام؟ يبقى 4 متر و5 سنتي. ده ايه؟ ده الشوك. ده لما يكون عندي فين؟ في الفلاس، في السوليد سلاب. ده لما يبقى عندي في السوليد سلاب. طيب لو في الفلاس سلاب، طبعا الفلاس سلاب الفرق ايه؟ ان مفيش كمر، بيبقى عندي عمدان. ادي كده العمود اهو، وادي العمود التاني اهو، في الفلات سلاب كل الموضوع هو نفس الفكرة بالظبط، اللي هو بتمده 1.5 برضو، بس ايه؟ ما بتعملش الحتة دي، لا انت كل الموضوع بتنزل بس ايه؟ برجلي بس، تمام.
وبرده ايه بيمتد برده من وش العمود لبره 1.5 ال سي. يعني لو جينا افترضنا على نفس الباكيه دي، لو قلنا الباكيه دي متر، فبقى عندي ده كام؟ عندي 1.5، وعرض العمود لو افترضنا ده عرض عمود 30 سنتي وده متر، يبقى كام؟ هنا كان 2.70، هنا هيبقى كام؟ 2.80. والرجل ضيف ايه؟ ضيف رجل اللي هي كام؟ لو افترضنا ان هي سمكها برضو 20، هسيب برضو ايه 2 سنتي فوق و2 سنتي تحت، يبقى مثلا ايه 15 سنتي. فبقى هو ده الطول كله كام؟ 3 متر، 2 متر 95. ده فين؟ ده في الفلات سليب. وشكرا.